شوف وليدك الزين، سبحان الخالق، سبحان اللي خلقك يا الغزالة. اليوم أنا مع سنة خامسة ابتدائي مادة اللغة الفرنسية. قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كامل اللي راكم تشوفوه في الفيديو نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنة خامسة نبداوها من الصفحة الأولى من الكتاب المدرسي بروجي 1. على مش راح يهدر عندنا لا سيكونس 1 راح تهدر على لا غازيل لي زانيمو سوفاج. سيكونس 2 كيف كيف راح يكون فرق بسيط ما بين لي لوسون دو غرامير، هذا مكان مال داخل كلش كيف كيف. نبداو صفحه صفحه بسم الله. الوغ رانا في لاباج 6 صفحه 6 من الكتاب تاع التمارين، ماشي كتاب القراءات والنصوص. انا في كتاب التمارين صفحه 6 لاباج 6. جوبسيرف جو دي بوي جيكري، نشوف نكرر نعاود نقولها باش نحسن النطق تاعي، ومن بعد نمروا للكتابه. اكزرسيس 1 جو ريغارد ليماج، نشوف الصوره. Puis je réponds aux questions. حنا قبل ما نريبوندي ونبداو نشوفو، حنا واش رانا نشوفو؟ رانا نشوفو صحراء. ومن بعد واش عندنا؟ حنا راح نقراو على لي زانيمو، مابقاش نشوفو في الرمل. عندنا حيوان هنا هو الغزالة، الغزال. الوغ شحال عندنا؟ وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمس غزالات. واش راهم يديرو؟ راهم ياكلو في الأعشاب، راهم يحوسو على العشب هكا ويرعاو يا خي. الوغ كو فون؟ فون سي لو فيرب فير. قالك واش راهم يديروا هذو الغزالات؟ كو فون لي غازيل؟ الغزاله هي لا غازيل. عطانا ثلاثه اجوبه ا بي سي. قالك لي غازيل بروت، انا هذه جامي سمعت بها، ما نعرفهاش كتلميذ. كور كور نعرفها، ما عندها يجريو، لا لا هذه ما مش يجريو. ال صوت امي صوتيو، القفز، لا لا ما مش يصوتيو. دونك تبقى لي بروت. بصح نسال الاستاذه مدام كاسكو سا فو دير بروت؟ بروت معناتها راهم ياكلوا في الاعشاب، راهم يرعاو. دونك هذه هي لا بون ريبونس. اوكي نعاودوها باش نحسن النطق تاعي، نقولوا لي غازيل بروت. لي غازيل بروت. ال نو كور با، نستعملوا لا فورم نيجاتيف، حنا نحوسوا التلميذ تاعنا يتحسن. لي غازيل نو كور با، لي غازيل ne saute pas, elle broute. B. Combien, combien, معندها ما هو عدده؟ Combien y a-t-il, معندها il y a, في صيغة السؤال. Combien y a-t-il de gazelles dans la photo؟ في هذه la photo شحال كاينة؟ Combien il y a de gazelles؟ حسبناهم 1 2 3 4 5. Il y a 5 gazelles. 5 gazelles. نحب نكتبها هكا بالارقام 5. ولا الأستاذة تفصحنا، عندنا الدرس تاع الأرقام 5 بالحروف. أوكي نروح للسي. أو هذه أو كيكون فيها هكا، وشنو هذه؟ هذه لاكسون. كيكون أو افيك لاكسون معناتها أين. أو في لا غازيل، أين تعيش الغزالة؟ حنا بالعربية نقولو في البحر، نروحو اوتوماتيكمون المخ يقول لك دون لا مير. في الفرنسي عندها تقنيات في الاستعمال، ما نقولوش دون لا مير، نقولو اون مير في البحر، الغزاله في البحر بعدا، لا لا. دون لو ديزير، لو ديزير راح نشوفوها بزاف هذه الكلمه، معناتها الصحراء. وي نشوفو 3 سور لي زاربر، على اغصان الشجر، لا لا حنا قلنا غزاله ما قلناش زاوش ولا سنجاب. دونك او في لا غازيل راح نكتبو لا غازيل vit dans le désert. La gazelle vit dans le désert. Je dis, exercice numéro 2, je dis, puis j'écris. Je dis, معناتها تهدر، تعبير شفهي، شفهوي. Je dis, puis j'écris. تكمل خلاص استاذة تقول لك نعم صحيح، اجابتك صحيحة، اكتبها. J'écris, pourquoi la gazelle est-elle mon animal préféré؟ علاش تحب الغزالة؟ حنا واش نقولوا؟ اجابه بسيطه، ثم حاولوا في المسوده ديروا بوز ومن بعد عاودوا رجعوا لي انا حنكتب الاجابه تاعي. واش نقولوا؟ نقولوا جيم لا غازيل، نحبها، وكتبوا بخط جميل واضح. جيم لا غازيل، لا غازيل. ما نعرفش نكتب باسكو، كاين اختها اللي هي كار. كار معناتها باسكو، معناتها لان. كار elle est، le verbe être، elle est belle، علاش نحبو الغزالة؟ باسكو شابة. اي شوفو، اي هذه و اي هذه ماشي كيف كيف، هذه le verbe être، انها جميلة، وهنا معناتها و. elle est belle et rapide، سريعة جدا. elle est belle et rapide. j'aime la gazelle parce que، car، لانها. elle est belle et rapide.